سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد، فيديو متنوع ومختلف على الفيديوهات اللي موالفه كنشارك معكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وانا متاكده غيعجبكم. بقاو مع الفيديو حتى الاخر حيت فيه بزاف ديال الحويجات وبزاف المعلومات. من بين الحوايج اختي اللي كتنظم لك حياتك ووقتك هي الفياق بكري. انا البنات كنفيق بكري مع 6 6 ونص على حساب بنياتي باش نديهم للمدرسه وبزاف ديال الحوايج، ولكن اختي باش كنضمن انني ما غنرجعش نعس هي كنقاد بيتي. هنا بغيت نشارك معكم هاد الحيله هادي. كما كنعرفوا هاد اللعيبه كنحيدوا منها الخمله من حوايجنا ولا من اي حاجه. فانا البنات اي وقت كيبان لي الكوفرلي ولا ليزر ولا اي حاجه فيه الخمله فكنديرها، وهكا كتجبد ليا كاع الخمله البنات، وكيبقى الكوفرلي ديالي والبيت ديالي كيبان نقي. وهنا البنات من بعد ما ساليتو هكا اختي كتحسي بواحد الانرجي انك غتنوضي تكملي شقاك، ما غاداش ترجعي تنعسي. من بعد جربوها البنات وردوا عليا الاخبار. ملي كتجمعي البنات الفراش ديالك ما كتبقايش ترجعي تنعسي نهائيا، ويجيك داك الخمول ويجيك داك العجز انك تنوضي لشقاك. وكما كنعرفوا اختي هاد البلاد جري عليا نجري عليك، وبزاف المطارق كيضربوا لك في الراس. البنات من بين الحوايج اللي كندير، اول حاجه قبل ما نكمل لكم الهضره، هذه البنات اللي كنت خديت وشاركت معكم في الفيديو اللي فات، غزاله البنات اللي ما خداتهاش مشي تاخدها حيت كتستحق. ما نعاود لكمش الوسخ اللي كتحيد وداكشي كامل. المهم هنا البنات اللي خداوها بصحتهم. هنا البنات اي حاجه انا ديال التنظيف بحال هكا ملي كنسالي بها كنمسحها وكنغسل اللي غادي يتغسل. هكا البنات الحاجه كتطول معاكم. هادشي كنديرو سوا الفاكيوم سوا الماكينه القهوه سوا الماكينه الماعن الماكينه ديال الحوايج، كلشي البنات كندير ليهم روتينات. ماشي كلشي كنغسلو كل نهار، ولكن كاينين شي حوايج اللي كنغسلهم مره في الشهر، كاينين شي حوايج اللي كنغسلهم مره في السيمانه، وكاينين اختي شي حوايج اللي كنغسلهم يوميا من بعد ما كنستعملهم. بحال هذه اختي ديال الدجاج كنمسحها وكنخوي ليها داك الفلتر ديالها وكنغسل ليها هذا، هكا كتبقى ليا نقيه وما كتجمعش ليا الخمله. وحتى ديك اللعيبه اللي وريتكم باش كنجفف يوميا البنات، حاولوا تغسلوها، ما كتحتاجش تنشف، ولكن يوميا البنات منين تكملوا الجفاف ديالكم حيدوا ليها دوك الرويصات كاملين وديروهم اختي ينشفوا. هكا ما كتبقاش تطلق لكم الخمله ملي كتكونوا كتجفوا بها، وفي نفس الوقت اختي كتحتافظوا على داكشي ديالكم يبقى زوين ويبقى جديد. هنا منين ساليت مشيت خرجت البنات لدالار تري كما كتشوفوا، ولقيت هاد المنظمات اللي قلت انا زوينين كما كتشوفوا، يعني ما قلت انا ما غيشدوش ليا لي سباس. بحال هكا بعض المرات كنبغي ندير شي مثلا شي خضره بقات ليا ما قداتنيش في الباكسه، ولا بحال هادو مثلا البيض ما كيقدنيش في الباكسه ديال البيض يعني كيبقى، قلت هادو غادي ناخذهم زوينين ورخاصين ونجربهم. الساعه البنات ما ننصحكمش بهم، لا علاقه، ما كيتسدوا لا في الثلاجه لا في بانتري لا في حتى شي حاجه، يعني بلا ما تخسروا فيهم فلوسكم. والحاجه اختي اللي لقيت عجبتني هي هالطبوقه هادو. هالطبقه البنات اللي زوينين جاوني بحال ديال المغرب. خديت اختي دوك الثلاثه اللي كاينين بدولار 25 رخاصين،
ومن بين الحوايج اختي اللي كنقول لك ديما هي هذه اختي، كنشريها بدولار حتى هي كنجمع فيها داك الشيء ديال الميناج. وهنا كما كتشوفوا هاد الشبيكات حتى هما اللي عجبوني البنات، ما خديتهمش، ولكن بحال هكا يليقوا الخبز، يليقوا بزاف ديال الحويجات، فيهم البنات اشكال وانواع، فيهم الكاري، فيهم مهم اشكال وانواع. هنا كما كتشوفوا البنات خديت المنظمات وجبتهم، ولكن لا علاقه البنات، ما كيتسدوش، ما زوينينش. المهم انا ما عجبونيش، ولكن نتوما تقدروا يعجبوكم. انا البنات ما عجبونيش وغادا نردهم. اما بالنسبه للطبوقه البنات فنين عجبوني، كندير فيهم الخبز، كندير فيهم الطبوط، كندير فيهم القرص، كل شيء. هنا كما كتشوفوا البنات هادو البنات كيبقاو بحال محلولين، يعني منين كتجي تخشيهم انت في الثلاجه ماشي داكشي اللي كنت انا كنظن. انا قلت زعما راه غادي يتسدوا يعني يديروا لي في الثلاجه مزيان، كيبقاو البنات بحال هكا في التصويره، كيبقى يعني الا درتي مثلا فريز ولا شي حاجه غادي يخسر لك. وهنا كما شفتوا معايا بعد ما ساليت مشيت لال ديال البنات ولقيت هاد المعنات اللي غادي نشاركهم معاكم. ولكن اختي احنا العيالات ملي كنشريو شي حاجه انا بعدها البنات ضروري خصني الا شريت شي حاجه نجي نقيسها، ولا شريت شي معنات خصني نجي ونشوفهم كي غيجيو في الطبيله. يلا اختي اجي نشوفو كيفاش غيجيو. هنا البنات جبت المعنات ديالي اللي جبت من المغرب، هادو البنات هاد الطبيصلات، فرشت لاناب ديالي كما كتشوفوا. وعلاش البنات جبت هادو؟ حيت هادو هما علاش شريت هادوك المعنات اللي خديتهم كما غادي تشوفوا معايا، وحده جوج في الابيض وجوج في الكري، وطول الكيسان ديالهم البنات خديتهم البنات كما قلت لكم من الدي. هاد العيبات هادو خديتهم من الدي، في حقيقه زوينين فنين فنين عجبوني، واخا ما لقيتش الكماله ديالهم كما كتشوفوا غيجيوني مع هاد السيرفيس اللي كنت ديجا شاركاه معكم في المشتريات ديالي من المغرب. خديت البنات الابيض وخديت الكري، كان فيهم الخضيدر، ما كرهتش الخضيدر ولكن ما عنديش معاش نحطه. صافي خديت هادو بربعه كما كتشوفوا، غيتحطوا فيهم مثلا مملحات، شلايد، الحلوى، عطى الله اختي ما نحطوا فيهم، وما غاليينش البنات دايرين 10 دولار. وهنا البنات ما غتكمل اختي الحطه غير بهاد المكبه اختي ديال المغرب. البنات قولوا لي في كومونتيرات شكون اللي كتشري المواعن وكتحطهم بحال هكا باش تشوفهم كيفاش غيجيو. المهم اختي انا ما كنديرهاش ديما، ولكن كيعجبني نديرها باش نشوف كيفاش غتجيني الحطه، وحتى الا كانت عندي شي عراضه ما كنحيرش، وكيكونوا عندي افكار ديجا في راسي. مع الحويجات البنات شنو خديت؟ خديت هاد الكويسات اللي حتى هما بنفس الشكل ديال هادوك الزليفات ولا هادوك لي بول، يعني خوتهم كما كتشوفوا. انا قلبت على الكيسان الكبار كانوا مي ما لقيتهمش، فدرت معاهم البنات هاد الكويسات هادو. هاد الكويسات البنات كيجيو كل جوج بثمانية دولار، كل جوج بثمانية دولار، اما لي بول كيجيو بعشرة دولار الوحده. انا كما قلت لكم خديت الابيض والكري اللي ممكن نحطو مع هاد السيرفيس اللي فيه الكري والبيض، وممكن نحطو غير مع البيض والذهبي، ولا ممكن نحط الابيض مع البيض والذهبي والكري مع هذا، المهم على حساب انا شنو غنطيب. قولوا لي يا اختي كي جاتكم وكي جاوكم المعنات وكل شيء، قولوا لي في الكومنتيرات. واللي بغاتهم البنات ما عرفتش في الحقيقه واش باقين في الدي ولا ما باقينش، انا دابا خديتهم شي سيمانه بحال هكاك. وبالنسبه اختي للسؤال اللي جاني بزاف ملي حطيت لكم الجليج اللي جبت من المغرب، كل وحده شنو كتقول لي؟ كاين اللي قالت لي غديري خصه، كاين اللي قالت لي غديري مشروع، كاين اللي قالت لي، كل وحده شنو قالت لي البنات. المهم البنات انا يا هاد الجليج هذا اللي كتشوفوا فيه جبته من المغرب كما عارفين البنات، وغادي ندير بها اختي حمام مغربي ان شاء الله.
وقولوا لي يا البنات واش تبغيوني نشارك معاكم مراحل باش غادي نصايب الحمام ولا ما نشاركش معاكم. مهم انا غنشوف في الكومنتيرات واش مهتمين ولا ما مهتمينش. المهم اختي غيجي ان شاء الله، كنتمنى يجيني زوين ويجيني كما انا راس مالي في دماغي. وهنا اختي وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى البنات الى عجبكم فيديو كيعجبوكم الفيديوهات ديالي وكتستافدوا منهم ولو غير حاجة، كنتمنى تدعموني بلايك وتشاركوا القناة مع الناس اللي كتعرفوا. وديما اختي دعيوة ديال الخير بطبيعة الحال، وما تنسوش تدخلوا عندي الانستغرام اللي كنكون اكتيف فيه بزاف، ولا اللي عنده اي سؤال دخل عندي الانستغرام اللي غادي نخليه لك هنا. يلا اختي تهلاي فراسك، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.